هناك مشاكل في النوم فهذا سيتعلق وبكل تأكيد بالتغذية التي هي في نظامك اليومي. الدكتورة مريم الوهلي ستخصص لنا هذه المساحة للتحدث عن هذا الأمر. دكتورة صباح الخير من فرنسا معنا، أهلا وسهلا مرحبا. صباح الخير للجهات، صباح الخير مستمعين مستمعات الكرام، تتمنى تكونوا نعستم زيان. أنا نعاسي شوية بيرتوربي، أنا مضة طريبة في نومي دائما، نتمنى من يعني ورغم أنه تغذيتي التغذية صراحة مزاج دكتورة مريم، هي ملي كيكون مزاجك مزيان ومقاد وملي كتكون أمورك في الحياة مقادة كتحس براسك أنك خاصك تأكل زوين وتشرب مزيان ودير رياضة مزيان وتعيش مزيان، أما ملي كيكون الحويجات اللي دايرة بك في الحياة شوية يعني مضة طريبة فيعني استحالة حدوث هذا الأمر. ولكن أنت دائما ترين الجانب المتفائل من الـ من الـ من الأمور ومن المواضيع، تفضلي دكتورة مريم تفضلي. فعلا هذه القضية اللي ذكرتي ديما نبغي نعلمها الناس، يعني تنقول لهم خاصنا نبقاو نكونترولي وراسنا، يعني حتى ملي تنكونوا في واحد الحالة تاع القلق ما يكونش يعني أول حاجة تمشي بها هي الماكلة، حقاش الاختيار ديك غادي يكون اختيار سلبي وغير متوازن وغير صحي بتاتا، وتزيدي يعني توتر على توتر، يعني غير توتر كان عندك مشكل يعني في الحياة يولي توتر يعني جاي من مشكل في التغذية. دونك يعني المجموعة ديال التوترات هي تتخلي الإنسان يقدر يوقع في البرن أوت، يعني ما تبقاش قادر يتحمل صعوبات الحياة من بينها يعني دخل حتى التغذية اللي أنا يوميا ناكلو. لذلك ملي تكونوا شوف أنا تنقولها ميك ونكون إنسان فرحان بزاف سي با غاف، واخا تاكل شي حاجة كيفي بليزيغ حقاش ما غاديش تأثر عليه. نعم داكوغ، لأن عنده هرمونات كلشي متوازن، عنده هرمونات السعادة وما عندوش الكورتيزول طالع ولا الأنسولين مقاد إلى غير ذلك. دونك ملي تكون فرحان ولا عندك شي حاجة زوينة بزاف حتى الأخطاء كدوز زوينة كدوز سلسة ما كتحسيش بها، والخطأ ما كيشدش فيك بيديه وبسنانه. دكتورة مريم الوهلي وملي تكون فواحد الحالة تاع غضب بواحد حالة توتر حاول تقلب على شي حاجه صحيه، لان هي اللي غتهدمك وهي اللي غتخليك مرتاح، اي سي تري امبورطون. ومن بين الاشياء اللي تخلينا كذلك مرتاحين وتنقدروا اننا نحافظوا على هذيك كما تنقولوا تنقدروا نكونتروليو التوتر ديالنا هي النوم. النوم شوف راه النوم نقدروا نحطوا النوم في كفه والتغذيه في كفه، والنوم في كفه والصحه في كفه اخرى. دونك فريمون النوم عنده واحد العلاقه وطيده جدا واحد المحور. نعم شي دابا الامراض شوف الناس اللي تينعسوا مزيان تكون عندهم امراض الالتهابيه والاصابه بالامراض الالتهابيه اقل من الناس اللي تينعسوا خايب. داكوغ الناس كذلك المهددين بالسرطانات هذه دراسات دارت وهما الناس اللي كان بصح ما كانوش ينعسوا مزيان وما تياخذوش الوقت الكافي للنوم. اوكي الناس اللي معرضين يعني ضعف المناعه هما الناس اللي ما تينعسوش مزيان، لان عندنا واحد الماده اللي تتفرز عن طريق الدماغ وبالضبط عن طريق الغده الصنوبريه هي الميلاتونين. هذا اللي بغيت نسولك، هل النوم له علاقه بنظام الهرمونات في الجسم دكتوره؟ باوي عنده علاقه بنظام هرموناتي في الجسم، والهرمونات هي المايسترو ديال الجسم. نعم وديال الزورغان وديال الاعضاء كامله دكتوره. شوف الميلاتونين الا تفرز بالطريقه الصحيحه وفي الوقت المناسب تيقاد لنا نسبة الأنسولين، تيقاد لنا كذلك هرمون النمو عند الناس أو للوليدات الصغارين عند كذلك يعني اللي زادوليسون تيخليهم يعني تيكونوا في واحد المرحلة تاع النمو متوازنة. والناس أو للوليدات اللي ما تينعسوش مزيان ولا عندهم مثلا تيبقاو سهرانين مع الأضواء تاع التليفونات ولا مع البلاي ستيشن ولا جو سي با يعني حتى مع التلفازة، هذاك الضوء تاع التلفازة حتى هو يؤثر على هاد الغدة الصنوبرية، لأن الغدة الصنوبرية تتاخذ الاشاره ديالها من الضوء او الظلام. دونك مهم جدا ان كل واحد يشري ولا يدير غير فولار على عينيه وينعس ويكون المكان يعني عندنا واحد الطقوس خاصه باش ندخلوا الجسم ديالنا يعني في مرحله النوم. وكاين مراحل على حسب موجات، لان احنا الدماغ عنده ثلاث موجات، عنده الفا وبيتا وغاما. ودونك هنايا حتى النوم عندنا مراحل، كاين النوم الخفيف اللي هو اللي تيسبق تيكون النوم المتوسط والنوم العميق. النوم العميق هو النوم لهاد المرحله هذه هي فين تنقي الجسم راسو براسو، وهي اللي تتخلص الجسم من الخلايا السرطانية وتجدد الخلايا وتجدد الأكسجين في الدماغ تجدد القوة تاع الأعضاء. دوك هاد النوم العميق تنظن بأن بزاف منا ما تيدخلوش فيه، ما توصلوش لهاد المرحلة هذه. دوك لذلك خاصنا ندربوا راسنا أن في واحد الساعات مهم جدا أنني نعس. شنو هما الساعات المهمة جدا للنوم؟ هي من 10 ل 12
10 التعليل 12 هذه تنقولوا حنا مرحله الارواء او لا فاز دي غاتاشو. لا فاز دي غاتاشو هي مرحله اللي الجسم ديالنا تيروي فيها الخلايا، حيت الخلايا حتى هي خاصها تروى بحال كما تنحسوا بالعطش. الخلايا عندها واحد الوقيته اللي خاصها تشرب فيها وخاص تكون فيها لي غاتاشون والاكسجين الى غير ذلك. دونك هاد 10 12 الناس اللي تينعسوا من 12 الفوق تي يزابيو هاد المرحله هذه اللي هي تخلي الخلايا في صحه جيده. نعم. كاين واحد المرحله كذلك مهم في النوم هي من 12 و3 ولا 4. هذه هي كنقولوا للناس الا نعسوا بطبيعه الحال، يعني هيئوا راسهم النوم مع 10 بطبيعه الحال. هنا تيكون من 10 ل 12 واحد النوم خفيف الى متوسط، وبين 12 تمهيد، وبين 12 ل3 ولا 4 تيكون النوم العميق، وهنايا فين تجددوا الخلايا وفي الجسم تيتخلق من الخلايا السرطانيه وفي الجسم تيهبط المستوى تاع الالتهابات في الجسم عنده، واللي تيخلص الجسم من السموم، لان حنا متعرضين للسموم بحكم ان كاين تلوثات، كاين كذلك مواد كيميائيه في التغذيه، مواد كيميائيه محيطه بنا في البرودويات اللي تنستعملوا. دوك الجسم تينقي راسو براسو في هذه المرحله او مرحله النوم العميق اللي تكون بين 12 و3، مهمه جدا. وكاين فريمون اللي ما استفدش من اللي تينعس حتى لجوج ثلاثه راه ما تيستفد لا مرحله الارواء ولا مرحله ديال التنقيه. ما عرفتش كيفاش تيعيش، وتيكون يعني واحد الطاقه واحد المردوديه ضعيفه جدا في اليوم الموالي. دوك حاولوا انكم فريمون تاخذوا واحد القسط، يعني تهيئوا راسكم باش تنعسوا. كيفاش نهيئ راسي؟ اول حاجه اللي عنده الوساده يبقى يدير فيها الخزامه، داكور؟ الخزامه فيه واحد زيوت طياره اللي تهيئ الدماغ للنوم، داكور؟ الخزامه ولا الفراش فين تتنعسوا. ثاني حاجه خاص هذيك الغرفه اللي فين تتنعسوا يكونوا فيها ريدويات اوباك، يعني ريدو ما كيدوزش الضوء، داكور؟ ما خاصش يكون الضوء، وحتى لا لوميير يعني تاع التليفونات ولا ديال التلفازه خاصها تحيد بنص ساعه الا بغيت نمشي نعس في الفراش. خاص كذلك الغرفه يعني درجه الحراره ما تكونش درجه الحراره مرتفعه، والناس اللي تيتغطاو الى غير ذلك راه ما تيدخلوش في النوم العميق. خاص تقريبا درجه الحراره بين تقريبا نقولوا 15 دوغري، ما تفوتش 15 دوغري حتى 19، حقاش فوق 19 دوغري هنا الجسم ما تيقدرش يدخل راسه في مرحله النوم العميق، داكور؟ وهنا التهيئه باش نهيئوا الجسم ديالنا، حاولوا انكم تخليوا الاطراف ديالكم يعني ما مغطيينش، وتكون الغرفه كما قلت لكم درجه الحراره بين 15 و19 درجه. نحددوا كذلك يعني نحبسوا الكافيين ولا ماده الكافيين ولا التين. سؤال يعني عن أسوأ يعني الاطعمه اللي ممكن انها تكون قبل النوم دكتوره، شنو هي الاخطاء اللي كتخلي النعاس يطير؟ القهوه واتاي والفواكه والسكريات والنشويات، انا غنذكر كل واحده بوحدها. الكافيين والتين القهوه واتاي راه نفس لا موليكول، داكور؟ ما نبقاوش ندخلوا على راسنا. دونك نفس التركيبه، دونك 8 السوايع حتى 12 ساعه خصنا نحيدها. الناس اللي عندهم مشكله او لا صعوبه في النوم وغتشوفوا بان يعني غتحبسها نقولوا مع هذيك الربعه ولا الخمسه تاع العشيه ما غدوش حدا داك الاتاي ولا حدا ديك القهوه. السكريات هي منشطه للدماغ، دونك ملي تنعطي شي حاجه منشطه للدماغ اكيد ما غاديش يدخلك في مرحله النوم العميق، داكور؟ النشويات هي مصدر للسكريات، حتى هي ما تخليكش انك تدخل في النوم العميق، من غير ذلك تتخلي الجهاز الهضمي يخدم ويشتغل يعني بطريقه صعيبه، وحتى هو سيتون ديبونس انرجيتيك وستريس بالنسبه للجسم اللي ما تيخليش هذه الماده الميلاتونين تفرز بطريقه يعني جيده. الفواكه لانها غنيه بالفيتامين سي، والناس اللي تيتعشاو تيقول لك تنتعشى غير بالفاكهه هذه خاطئه جدا. الفاكهه تتكل اما في الصباح اما مع لاكولاسيون مع الربعه ولا الخمسه تاع العشيه، ومنوع علينا ناخذوها بالليل لان غنيه بالفيتامين سي سيرتو عند الوليدات، تطير عليهم النعاس، وحتى لما طيرات عليهم النعاس يكون عندهم نوم خفيف وليس نوم عميق اللي تيخلي عندهم هذيك الطاقه وديك الحيويه مزيانه في اليوم الموالي والتركيز، لان الدماغ كذلك تتجدد ديالو الطاقه تاع التركيز ديالو بالليل، داكور؟ في هذيك الفتره تاع النوم. كاين كذلك بعض النباتات اللي ممكن اننا نستعملوها بحال البابونج عوض مشرب اتاي، تعاون بحال البابونج. كاين كذلك اللبن، داكور؟ مع حبة حلاوة، اللبن مع واحد نص معلقة تاع حبة حلاوة قبل النوم، مهم جدا. ماشي الحليب، اللبن. الناس اللي ما عندهمش القولون العصبي ممكن ياخذوا واحد الكويس تاع اللبن مع نص معلقة ديال حبة حلاوة، مهمة جدا. نبات كما قلت الباح المردودوش مهم جدا، لأن قلنا تيحيد صداع ديال الشقيقة، وهنايا ماشي غير تيحيد صداع الشقيقة، تيقاد لكم الغدة الصنوبرية اللي هي كما تنقولوا لاكلي ولا المفتاح لإنتاج الهرمون ديال الميلاتونين اللي تيخلينا
ما نعسو داكوغ. دونك هادو هما يعني الاشياء اللي ممكن ان يعتمد عليها كنباتات واللي تقدر كذلك تساعدني في النوم. عاد التغذيه المتوازنه في اليوم كامل تتخليني ان ننعس، وكذلك فتره القيلوله مهمه جدا. هذه من المستحيلات هذه يا دكتوره مريم الواعي. واسمح لي ماشي من المستحيلات دابا حلمي قيلوله ما خصهاش حلمي هذا حلمي ما خصهاش تفوت ثلث ساعه فهمتي راه قيلوله راه واحد 20 دقيقه يلا كنتقل يلا كنتقلب يلا كنفكر واش غندير هذه القيلوله ولا لا 20 تل ساعه وانا كنتقلب كنشوف واش خاصني نعس ولا لا. غنعطيكم واحد الطريقه لاستيس اللي مهم لاستيس مهمه جدا وتتعطي واحد الطاقه وتركيز رائع جدا مورا القيلوله. تنسميوه حنا في الدراسه ديالنا نابوتشينو ماشي كابوتشينو نابوتشيني جايه نابوتشينو جايه من نابين يعني من نعاس بالانجليزيه وتشينو هي من الكافي. يعني قبل ما ديك القيلوله مثلا غادي تتغدى غتشرب هذيك كاس القهوه اللي هو ذكرنا واحد النهاريات وقلنا بان القهوه مباشره بعد الغداء تتسرع من عمليه الحرق داكوغ. دونك ملي تشرب القهوه وندخل في واحد الغرفه اللي مظلمه واحد شويه غادي نعس لان القهوه الكافيين المفعول ديالو ما تيكونش مباشره بعد شرب القهوه تكون ساعه مورا شرب القهوه داكوغ. لذلك ملي تشرب ديك القهوه وتستعد للنوم غير القيلوله واخا تكون خفيفه تسمي واحد نابوتشينو تعطيك واحد الطاقه رائعه جدا. لان التركيز يعني القوه ولا التركيز فين تيكون اكثر في اليوم هي مورا القيلوله تقريبا بين الربعه يعني الربعه الخمسه. وتنشوفوا دابا حنا تنمط حتى في اوروبا ولا في امريكا ولا في المغرب كذلك الناس تيساليو الخدمه مع الربعه الوغ الربعه هي فين تكون الطاقه يعني واصله للحد ديالها الماكسيموم فين الانسان خصو يعطي. دونك خاصنا نشوفوا اعاده النظر بحكم ان كاينه دراسات اللي تثبت ان الانسان خصو ياخذ واحد الفتره زمنيه في اليوم ديالو اللي تتكون مباشره بعد الغداء باش يدير فيها واحد فتره النوم قصيره جدا. وكما قلت لكم ديروا هذه الطريقه ديال نابوتشينو قهوه ومستعد النوم تتخليني ان موراها مباشره تنقاد نسبه السكر في الدم وتنوض بواحد الحيويه ماشي نايض دايخ داكوغ وتيكون عندي تركيز قوي جدا. دونك هذه يعني تنظن انهم غير غيروا من هنا لقدام غادي يبدلوا لنا الشيفت ما نبقاوش نخدموا كيف ما كنا تنخدموا قبل لان بصح تنخرجوا في هذيك الوقيته اللي عندنا القمه تاع التركيز عند ديما تنخرجوا فيها حنايا تلقى الناس مخطفين في الطوموبيلات خاصهم يمشيو لديورهم كيجري وجري جري وجري جري كينقص من العمر السرعه كتنقص من العمر هو الاعمار بيد الله. ولكن هناك بعض المناطق يعني ويعني وتجدر الاشاره انه يعني جاتنا يعني الاسبانيه انه في بعض مناطقها حددت يعني موعد العمل حتى الجوج ديال النهار دكتوره مريم الوهلي. وتخيلي واحد الموظف او موظفه كيخرج مع الجوج ديال النهار كيبدا مع التسعود وكيخرج مع الجوج راه غادي يمشي وغادي يدوش وغادي ينعس ليه واحد السويعه وغادي يفيق وغادي ياكل وغادي يخرج وغادي يجلس مع صحابه وغادي يخلق علاقاته وتواصله. يعني شوف كيفاش السويع ممكن انهم يعاونوا حتى الصحه النفسيه والجسميه على انها تاخذ راحتها. دكتوره مريم الوهلي كثرت السويع في الخدمه والانتاج ضعيف ما كاينلاش. اما الا حددت سوايع اللي هما كوندونسي واللي هما مكثفين وصغيورين وعرفت المردوديه غتكون اكبر فهذا واحد الربح بالنسبه لي انايا كمؤسسات رسميه اليوم خاصه تفكر فيه غادي يكون يعني ربح اللي هو اكثر واكبر. دكتوره مريم الوهلي فعلا جايين وحتى عند وليدات صغار كيفاش تيقراو حتى هما الجوج ديال النهار كيخرجوا نعم فوالا خصنا نعاودوا يعني نشوفوا التركيبه الدماغ تاع الطفل وتركيبه الدماغ عند هذاك الموظف ودماغ الطفل لا يشتغل الا بعد العشرة صباحا العشرة عاد كيبدا يخدم. وشوف هاد الوليد اللي مفيقو من 7 الصباح ولا 6 ونص ديال الصباح وهو مسكين مفيقو معذبو نوض تفطر نوض تلبس نوض كذا شكارتك يلا سير يلا هبط. يعني شوف هاد الوليد كيفاش مسكين عنده واحد الرحله من العذاب بعد قبل من ليكول يعني افون ليكول كاين عذاب وبعد المدرسه كاين عذاب. دكتوره مريم الوليد وهذه امور هذه امور تحتاج الى بصيره وتحتاج الى حكمه عميقه. دكتوره مريم الوهلي يعني ملي كنريحوا يعني المواطن فاكيد راه كنريحوا حتى المردوديه وكنربحوا بزاف ديال الاشياء. شكرا لك دائما رابحينك في برنامج لقاء المفتوح بكل يعني هذه الخرجات الجميله والرائعه دائما. دكتوره مريم الوهلي كتكوني معنا وانت من الجاليه المغربيه المقيمه بديار المهجر دائما ارتباط
ارتباطك بالمغرب هو اللقاء المفتوح اللي كيفتح أكيد كل فقرته ليك، فقرة صحتي رأسمالي. خليتك على خير.